رجعنا لحضراتكم مرة تانية. بنضم إلي ناخد الراديو الأستاذ أحمد الشامي. برحب بيك أستاذ أحمد. أنا بتكلم كتير في كلام حلو مع أستاذ خالد. طبعا أنا بستمتع ما أكون مع أستاذ خالد ومعاك كابتن فاروق، وبعتذر على التأخير بس الطريق كان أكيد. أنا وأنا جاي كان واضح جدا الدنيا تحس إن مصر كلها أصلا مصر صعب. كلها واقفة. بتغير البرنامج بتاعك شوية. النهارده الأربع بكره الخميس اصعب. نورت وشرفت. ربنا يخليك. اكلمك على يمكن كنا بنتكلم مع استاذ خالد على استاد النادي الاهلي ومؤتمر امبارح والشكل اللي كان بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو بيتابع هذا المؤتمر. يعني رؤيتك للمؤتمر ورؤيتك للحلم اللي موجود ان شاء الله وان شاء الله يتم بشكل سريع وقوي ان شاء الله. انا كنت موجود في المؤتمر بصفتي الصحفيه ان انا يعني مسؤول على عن تغطيه اخبار النادي الاهلي في بوابه الاهرام الرياضيه. شفت الاهلي فعلا بيعمل بيحقق الحلم خلاص، يعني الموضوع داخل مرحله جديه، مش فكره ان انت بتعمل شو عشان الانتخابات او بس انت بتضيع وقت، لا هو الناس جايه بتشتغل بجد، جايه تتكلم في استاد، جايه تقول ان احنا هيبقى عندنا استاد بيسع الى 55 الف متفرج. بشكل الاستاد كمان لما انطرح اكتر من مره من زوايا مختلفه حاجة بتليق بالنادي الأهلي، يعني أنا عجبني جدا الراجل وهو بيشرح بيقول لك ده النسر، النسر اللي بيقول النادي الأهلي هيبقى كنت لسه كنت عايز أسأل أستاذ خالد يعني النسر هيبقى عامل إزاي في الإستاد وشكله إزاي من المدرجات. أنا بس يمكن الوقت كان ده إن أنا أسألهم إن هيبقى الإستاد ده مغطى ولا لأ علشان الأمطار، بس أنا أعتقد الناس لما تعمل حاجة بالشكل الأوروبي ده أكيد هيبقى إستاد مغطى مش هيبقى صرف في الملعب وتصريف المياه في وقت كمان الأمطار. بتتكلم على الدخول والخروج مش عندنا أمطار قوي يعني لا بس برضه ما هو أنت اليوم ده بيبقى يوم ايوه ما لا يمكن المنطقه دي بيبقى فيها مطر جامد المنطقه دي بيبقى فيها مطر جامد مش ممكن طبعا هتعمل استاد وبالارضيه اللي انت بتتخيلها والشكل اللي تتخيله الا لما يبقى في عمليه تصريف للمياه زياده بشكل مناسب ومميز. بقول لك كمان ان الراجل طرحه يعني بشكل مبسط قدامكم اهو وهو كانوا بيتخيلوا النسر هيبقى ازاي جناحات النسر هتبقى عامله ازاي وشكلها عامل ازاي والتصوير كمان اللي اتعمل ان هو بالطياره فالراجل الراجل بيقول لك استاد بجد مش والله هتشوف النسر هتشوف الطياره بشكل هتشوف ازاي والدخول الجزء الفرعوني والدخول والخروج وفكره ان يبقى في سلاسه في الدخول وخروج الجماهير بالكم الكبير جدا المتوقع ان هو يحضر وان يبقى معاك البطاقه مثلا او حضرة او حمر يعني لون التذكره او البطاقه الدخول هو ده اللي هيبقى مختلف تماما عن اي استاد. المؤتمر الامور فيه كانت واضحه والراجل اعتقد بتاع بايرن ميونخ كانوا بيتكلموا هو الاستاذ مصطفى مراد فهمي عارفين بعض يعني هو بيتكلم ان احنا اتقابلنا قبل كده وشفنا بعض واتكلمنا قبل كده في امور استادات تخص الفيفا اكيد هو ده بقى يعني شايف الاستاد بيبقى شكله ازاي تحفه معماريه اوروبيه مش يعني ما فيش حاجه حصلت زيها في مصر ان انت هيبقى اول نادي من الانديه العامه مش اللي هي مش خاصه اللي هي شركه حكومه حتى الان خلي بالك احنا المتوقع ان النادي الاهلي يبقى عنده شركه خاصه بيه بالنسبه لاداره الكره واداره لا شركه الكره دي محتاجه نتكلم فيها كتير بس احنا في الوقت الحالي بنتكلم على حاجه مهمه جدا بس الاستاد الحلم انا شايف انه ده كده انت بتحقق انت بتشتغل هيبقى عندك مجلس الاداره اللي جاي هيبقى عنده شقين مهمين بيشتغل فيهم بيشتغل في فرع التجمع اللي هو الفرع الرابع للاهلي وبيشتغل في الاستاد انا لما اتكلمت مع المهندس محمد يحيى قال لي احنا كاداره خاصه بالنادي الاهلي في الاداره الهندسيه احنا هنبقى شغلنا بالفرع الرابع للاهلي في التجمع لكن الاستاد ده هتبقى الشركه اللي موجوده الشركه الالمانيه مع المكتب الاستشاري الفرنسي كان مهم جدا ان النادي الاهلي يعلن عن الاستاد مش فكره التوقيت فكره ان انت بتقول ان انا عندي استاد عندي خلاص بشتغل بجد في الاستاد ميزانيه كبيره طبعا 4 ل 5 مليون مليار جنيه يمكن الاستاذ نجيب سويرس قال لك احنا دلوقتي بنتكلم عادي بس وقت دفع الفلوس طبعًا الفلوس طبعًا الكلام هيبقى مختلف هو ده بقى الاستاذ بيتكلم في هذه الجزئيه طبعا بس احنا محتاجين بجد اما الاستاد يتعمل الاهلي يعرف يستثمره يبقى في حاجات كتيره تستثمر بيها سواء في المطاعم سواء في الكافيهات سواء ان كلمك بقى واحد كنت بتكلم لا يمكن انت اوروبي النادي الاهلي لا لا انت اوروبي الاداره المحترفه اللي فيه على مر عصوره يعني وجزء التسويق اللي بيزيد يوم عن يوم في النادي الاهلي وجزء او اسم وبراند النادي الاهلي في الرياضه وانت بتستغله بشكل كبير ما جاتش الشركه الراعيه الخاصه بالنادي الاهلي بص هي دفعت كام وكسبت كام طبعا انت لغايه وقت قريب بينضاف واحد من الرعاه زياده لان انت تفوقت على انديه كبير في عدد الرعاه
اللي موجود في ناديك. فبالتالي ما تقلقش انت، بس اوصل لهذه المرحله ان شاء الله. وانا عايز اقول ان ده مش مستحيل. الاهلي دايما ليس فيه مستحيل مع النادي الاهلي. اتفضل. انت النهارده لما بتفتح شق الاستثماري جديد لاستاد ده، انت بتعمل طفره تانية خالص من المكاسب الماليه الخاصه بالاهلي في قطاع الكره. تمام. يعني هو ده بقى شق تسويقي اكبر لشركه الاهلي لكره القدم. صحيح. ده مهم، ده اللي هتستفيد منه، ده اللي اتمنى ان احنا نلعب عليه مباريات وديه كبيره. يعني يبقى في النهارده ريال مدريد وبرشلونه، ولو في فرصه ان المنتخب يلعب معاه ماتش ودي على مباراه كبيره. يعني لازم تدي مساحه انك تستفيد من الاستاد بشكل اكبر، رغم ان في انديه في دول كتير ما بتلعبش على الاستاد الا ماتشاتها الرسميه بس، ما فيش ماتشات مباريات وديه، ما فيش مساحه لاي منتخبات مثلا ان هي تلعب على، زي مثلا لما حصل قبل كده في الامارات الاهلي كان في مباراه المفروض هيلعبها، لا قالك ده الاستاد الرئيسي ما بتلعبش عليه، لازم راح يلعب تدريباتك على ملعب فرعي. فالاهلي محتاج ما يبقاش فيه تساهل او سهوله في التعامل مع الاستاد. لما تعمل الاستاد وتخلص من الاستاد وتطرح الاستاد بجد ان ده خلاص خلص، استفيد منه. قدمه بشكل يليق بيك كالنادي الاهلي عشان تعرف تكسب منه، عشان تعرف تساواه، علشان تعرف تستفيد من الكم الكبير جدا من المليارات اللي انت هتدفعها. ممكن الامور تزيد على فكره، مش فكره يعني 4 5 مليار ده ممكن تكون ميزانيه مبدئيه، لكن ممكن الموضوع يزيد، ممكن يبقى اكتر، لان انت عندك السوق يا استاذ خالد اللي انت شغال فيه في العالم كله بيتغير كل شويه. يعني طبعا. سعر الدولار لما طالع ونازل. صحيح. فهو ده اللي طبعا. بيحدد انت البنيان بتاعك بيبقى عامل ازاي. انا لو كنا اشتغلنا في الموضوع ده من بدري كان الموضوع ضعوم الجنيه. بس خد بالك كان ممكن يعني نوصلش لده من 5 6 سنين. كان ممكن نوصلش للمشهد ده. كان ممكن تعملوا استاد زي ما احنا قلنا. استاد عادي عادي. استاد بعض الامكانيات اللي حواليه، لكن كان ممكن ما نوصلش. اوكي. ما هو ساعتها برضه كان هيبقى يعني جديد بالنسبه لنا، لكن مش كانش هيبقى الجديد قوي ده. لا. صحيح. هو كمان الباشمهندس محمود لما اتكلم قال لك الاهلي بقاله سنه ونص بيتحرك في الاستاد، مش الطرح مش دلوقتي، سنه ونص بتكلم ان انا بتخاطب مع الاسكان، بخاطب مع الجهات المعنيه ان انا عايز اخلص، عايز الارض، عايز اشتغل. طبعا. عايز اخد موافقات، لان انت في الاخر يا استاذ خالد بتبني على جزء هيخصك، بس ده جزء هيبقى في المساحه دي اعتقد عشان المطار كمان قريب من هنا، فالطيران ودي كلها ابعاد اتحطت في الحسابات قبل ما النادي الاهلي ياخد موافقه ان هو. صحيح. يبدا يشتغل في الاستاد الخاص بيه كاول نادي، انا بعتبره نادي اللي هو القطاع العام، اللي هو نادي اللي يتبع الدوله حتى الان، اول نادي خاص بعيدا عن انديه الشركات. صحيح. اللي بتكون عندها استادات بالطبيعي. حته الارض على فكره هو اتفضل حته الارض دي، بس الارض عامله زي البني ادم، خد بالك. طبعا ليها طاقه. طبعا عشان انت بتقول يخف. طبعا، وعشان كمان ما يستهلكش المبنى باستمرار. ده الملعب مش هيتلعب غير الماتشات. لانك انت زي ما اتفقنا، كنت بتكلم مع كنا متفقين مع محمد في حاجه، ان هو المبنى سمين مبنى كده على بعضه، مش ملعب كره بس، ده في حاجات كتير جدا انت هتستفيد منها غير الملعب. صحيح. فلازم تحافظ على الملعب، ما تعتبروش ان هو يعني ايه دخلك الوحيد. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان بقى، الناس الشهداء بقى هنا وهم كانوا بيتكلموا عليها، ان حركه التنميه اللي حوالين الملعب هتكون عامله ازاي، من يعني اماكن سكن، من كنا لسه رايحين لده بقى. بس احمد طلعنا فاصل بقى، قطعنا لنا الكلام. بس هقول لك، انا في موقف حصل مره في واحنا في الامارات، الاهلي كان عنده معسكر، الاهلي المفروض كان يلعب المباراه بتاعته على اهلي دبي، فحصل ان مره واحده قال لك لا مش هينفع الاهلي يلعب عشان في اصلاحات في الملعب. بيني وبينك يعني ايه كلمه اصلاحات ما عجبتنيش. انت بتتكلم على ده في وقت انا سالت، حتى رحت انا عايز تروح الالومنيوم. انا سالت حد في النادي خاص. قلت له يعني ايه القصه؟ قال لي بص، الملعب ده ما بتلعبش عليه غير الماتشات الرسميه للنادي فقط. أوكي. بس ممنوع حد تاني يلعب عليه، مش تقليل من الاهلي، اي نادي. صحيح. يبقى موجود في الامارات ما ينفعش يلعب على النادي الخاص بنادي اهلي دبي قبل كده، بس هو دلوقتي شباب اهلي دبي. فبقول لك الاهلي بقى محتاج يبقى في ضوابط. انا طبعا عارف سواء مجلس اداره المهندس محمود طاهر يكون موجود او يعني الانتخابات هتصفر على مين، كله هيعمل لصالح النادي الاهلي. اتمنى ان احنا نستفيد من الاستاد، اتمنى ان احنا نقدر نصل بالاستاد الى مكاسب ماليه تفوق الرقم اللي هتدفع فيه. صحيح. لان انت يعني اعمل حسابك يا كابتن ان انت كل سنه هيبقى عندك اصلاحات، ده طبيعي. كمان دور مهم للجماهير ان هي تحافظ على الاستاد. طبعا. ده الاهم. طبعا. الاستاد في بنيه تحتيه، النهارده الاهلي كان بيدفع ملايين علشان يعمل مباراه سواء في البرج العرب او في بتر سبورت او اي نادي او اي ملعب، هيبقى عنده مشكله تانية لو لا قدر الله حصل احداث عنف في ملعبه، هو اللي هيتكبد خسائر تانية. احنا كنا بنتكبد. احنا كنا في استادات اخرى. بالظبط. انت اتمنى يعني اتمنى كل واحد طبعا، ولكن
هنا طبعا هتبقى الامور انت حاجتك بقى لازم تحافظ عليها ولازم تتعامل معاها بشكل مختلف، لازم لما يكون عندك انفعال ما يخرجش عن اطاق التحرك عن الكرسي او الاعتراض. وانت كابتن يمكن حضرت مباريات في انديه كبيره، لو المشجع امن الكرسي بتاعه ده ممكن يبقى مشاغب، لكن لو هو بيشجع او بيتكلم حتى بطريقه فيها غضب منه للعيب بتاعه وهو على الكرسي بتاعه ده مش ما يعتبرش. الحقيقه انا شفت ده في مباراه الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات، حاجه يعني جميله. اتوقع ان شاء الله ان احنا هيبقى السلوك بنفس الشكل اللي بس 90% منهم عايشين في الامارات. ايه 90% عايشين في الامارات بغض النظر. لا هو بيكلمك على الملعب مش على الملعب. النظام الامني يا احمد هو اللي هيحكم ده. صحيح، ما انت كده يبقى عندك كاميرا بتصور، واكيد هيبقى في يعني امن جوه الملعب بحيث انه اللي هيغلط يتسحب بمنتهى الهدوء. مش امن امن لا خلاص بقى انت بتتكلم في شكل خاص بالملعب. صحيح. هيسحب صاحبك ده وتوقع ليه العقوبه المناسبه واهمها الحرمان بمنتهى الهدوء. الحرمان صحيح، دي العقوبه القاسيه. الحته اللي انت كنت بتتكلم عليها اللي كنا لسه هنتكلم وانت لا قبل النص. لا انا عايز النص حته الاستفاده من التنموي حوالين اتفرج على حوالين الاستاد ده بعد 10 سنين. صحيح، في مناطق هتتولد من جديد. صحيح، وده وضع طبيعي على فكره. يعني مش اعتقد ان هم ابتكار، احنا بس اعتقد ان هم مش يعني مش هيكملوا 10 سنين. يعني اول ما الاهلي يبدا فعلا في يناير، يعني هتلاقي لا يبدا في يناير تتعامل هناك. اول ما يبدا في يناير هتلاقي شكل المنطقه تولد حياه هناك في المنطقه. تعمل تنميه في مكان ممكن يكون ما فيهوش ممكن صحراء او 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 اول حاجه ممكن تكون بتعملها استاد وبنزينه. أيوة. اللي هي الخدمات. أيوة. الحاجات الجاذبه للناس. الحاجات يعني حاجات كتير ومول. تمام، تلاقي الدنيا ايه خلاص البشر هيجوا. بالظبط، وبتعليها. فبالتالي يعني اتذكر ان استاد الدفاع الجوي لو تذكر كانت الدنيا صحرا هناك. الامور ابتدت هناك بتختلف بشكل. بص يا كابتن فاروق، الاستاد الاهلي انا يعني حسابيا هيوفر له فيما يتراوح من 100 ل 200 مليون جنيه سنويا في المبالغ اللي هو بيصرفها. صحيح، النهارده الاهلي عشان يروح برج العرب ده يتعامل ازاي؟ ده مهم جدا. النهارده الاهلي عشان يروح برج العرب في المعسكر والتدريب والمباراه والضيف اللي جاي، ما عشان كده بقى بقول بتتكلم في مليون ونص. اتفضل. ان شاء الله انه هيكون متواجد، لازم يبقى عنده الادوات التنفيذيه من خلال يعني ناس بتدير هذه الجزئيه بشكل احترافي. تمام، لان انت بتتوسع بشكل كبير. تمام. عندك خمس فروع ولا اربع فروع؟ 24 ان شاء الله باذن الله. ماشي، عندك استاد كبير ان شاء الله هيبقى متواجد. كل هو انت عندك خامس بس في مطروح اللي هو يعتبر منتجع. هو يعتبر خامس. انا بقى عشان ادارات جديده ان شاء الله كده يكون عندنا في النادي. احنا هو محبين النادي الاهلي في كل حته يا احمد. بس النهارده الاهلي يطلع بره بقى. يبقى عندنا في الدول العربيه نادي الاهلي، ايه المشكله يعني؟ ما هو هيبقى صعب شويه، بس احنا بنعمل اكاديميات هناك. بنعمل اكاديميات. فبالتالي انت تعمل هذه الجزئيه لازم يبقى عندك ادواتك وعندك الناس اللي مؤهله للجزئيه دي. اعتقد ان احنا عندنا كوادر ما شاء الله عليها. بكتب بتتكلم في حاجه خطيره جدا. احنا كان عندنا مقر الجزيره لوحده، وكان العالم كله بيتكلم على القيم بتاع النادي الاهلي واخلاقيات النادي الاهلي والولد او البنت اللي اتربوا جوه النادي الاهلي. الناس يمكن في حوالينا ما كانوش يعرفوا يعني ايه متربي في النادي الاهلي. الناس دي ما تعرفش ان في اسر كانت بتيجي مثلا الساعه 9 الصبح او 8 الصبح وتمشي الساعه 4 او 5، بيجيبوا اولادهم بيذاكروا بياكلوا وبيشربوا وبيلعبوا، عايشين حياتهم في منظومه جوه النادي بتجبر الولاد دول والبنات دول ان سلوكهم يبقى سلوك راقي، سلوك مؤدب. في اب وام وفي اسره وفي بيت، لكن حتى المكان اللي انت بتعيش فيه معظم اوقاتك الولد بيطلع من بيته بيجي النادي. ما هو النادي بيتك، بيروح على النادي بالظبط، بيلاقي ده، بيلاقي الحاجات اللي اتربى عليها زي ما اللي بنقول دايما ايه القيم والاخلاقيات والمبادئ اللي اتربوا عليها. ده شيء مهم جدا، ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي في مصر. ده ثابت في النادي، ما بتتغيرش. فانت النهارده بتقول ايه اللي جاي او اللي يعني ايا كان جاي مستمر، فعلا مهمته صعبه جدا. ده انت مش مجرد هتبني فرع، انت هتبقى مشغول بانك بتبني الفرع الجديد بالجمال والحلاوه دي، وبرضه مش هتنسى ابدا ان عندك رعايه لثلاث فروع واستاد بيتعمل. لا يا جماعه، ده القصه مش هتبقى مجلس اداره. اوعى حد يتهيأ له ان هتبقى مجلس الاداره ال 12 عضو. لا، ده ال 12 عضو واعضاء الجمعيه العموميه والجماهير وكل شخص محترم في البلد دي هيبقى عنده اهتمام ازاي يحافظ على ده. لانه في النهايه هنقول تاني بلغه كنتوا بتوع التسويق، بتقدم منتج رائع، منتج اداري، منتج بشري، منتج بناء، اي منتج. فمحتاج جهد،
محتاج تعب انك انت تقدم، تتعب علشان تقدم الشكل ده. صحيح. ايه قصه النسر بقى انت عايز تتكلم فيه؟ الشكل اللي احنا كنا بنقول النسر ده هو على يعني جزء من تاريخ النادي الاهلي، جزء من حتى اغانيه جماهيره وهي بتغني له نسر النادي الاهلي. يعني اعتقد ان هم مراعاه ان يبقى متواجد ده كانت حاجه برضو شكلها كده هيبقى حلو كده. انا متخيل واضح ان الناس دارسين هم جايين يعملوا كده بيبقى حلو. خد بالك انا ما اعرفش مين اللي اوحى لهم باللقطه دي، بس الراجل الالماني على ما اعتقد هو بيتكلم امبارح قال احنا راعينا انه يكون في لقطه النسر، لان حسينا بقيمه النسر في هنا في الصوره دي. البطولات طبعا. لا وما اعتقدش ان حد سمعه طبعا الاغنيه بتاعت حلقه عاليه نسر الاهلي ديت، يعني ما سمعهاش، لكن برضو اكيد في توافق بين الراجل وبين الفكره ان النسر ده رمز النادي الاهلي. بس خد بالك يا استاذ خالد، الالمان مميزين، الالمان بيركزوا قوي، يعني هم بيروحوا ياخدوا مشروع، خد بالك بيبصوا على كل جنب. ماشي انا متفق معاك، بس لما مش ده اول مره يجوا، خد بالك هم جم بالظبط بقى لهم سنتين بيجوا مصر. ماشي. بيشتغلوا بشكل انت بتيجي ايه؟ بشكل خاص. انت بتيجي ايه؟ بتبص على المكان كويس، انت عشان اتعملت واحنا انشغلنا بيها وخدنا بالنا، فبيتهيألي لنا انها كان سهل جدا انهم يلقطوها. لا طبعا، لا طبعا، انت الناس دي جايه تفكر في المكان اللي هتشتغل فيه، المساحه اللي هتشتغل فيها، فكره الاستاد يبقى عامل ازاي، مساحه الاستاد نفسه، الامكانات اللي حواليه، المساعدات اللي هتبقى من الدوله، وضع الشمس زي ما قلنا، والهواء والميه والتصريف واللي 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 كل الحاجات دي. لكن ان هو ينزل، يفضل ينزل بتفكيره، ينزل 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 لحد ما يبص على دي ويبص على النسر، فيخليه هو العلامه البارزه اللي يقول لك انت تيجي من بره تشوف النسر. لا ده دي حاجه جميله، يعني بتكلم من رؤيتها من الطيارات، اي طياره جميله جدا. لا هو الراجل قال لك اي مكان بتتحرك فيه في الاستاد وانت بره هتشوف النسر كانه بيدور معاك، يعني ابداع من الناس، يعني التميز عليها. التميز بقى تميز الكوره. ليه التوقيت ده؟ انا كنت عايز اسالك، في ناس بتسالني الصراحه، خلينا برضه عشان ايه احنا نبقى متابعين لجمهورنا، اشمعنى بعد يعني قاعدين الفتره دي كلها تيجي التوقيت ده لاعلان عن الاستاد الاهلي؟ هقولها لك من زاويتين، واحمد برضو يعلق عليها. طبعا السؤال برضه ليك. تمام. لو اتكلمنا بواقعيه ومنطقيه وبديهيات واي حاجه، ده عادي جدا. يعني حتى لو فكره الاستاد دي، الاول خلينا نتكلم كلام صافي كده، لو فكره الاستاد دي مش متواجده وانا عندي ومخبيها لدلوقتي، ده شغل انتخابات. خلينا نتكلم عادي، شغل انتخابات. يعني ورقه مهمه جدا انت تستقطب بيها العضو علشان محبه جمهورك ومحبه جمهورك. صحيح عادي، يعني كواجب عادي. برضه الكابتن الخطيب فكر فيه، لانه حلم برزنتيشن كابتن الخطيب على موضوع الشركه الانجليزيه اعتقد. بالظبط كده، فده حلم الاثنين جريوا وراه علشان يعملوه. تمام كده؟ ده لو اتكلمنا بوجه عام على انه انتخابات. بس انت المره دي كنت في المؤتمرين. حضرت المؤتمرين. الطريقه بتاعت الاستادين مختلفه، كل واحد كل شيء له طريقه. بالظبط. وخد بالك انه في مجلس اداره شغال وناس بره المجلس. ده صحيح. فلازم اللي بره المجلس يراعي انه مش هو اللي مسؤول، هو ده اللي عمله بصراحه، يعني هم دول اللي راعوا. انت النهارده بتتكلم على استاد، اصل كانوا بيتحركوا من واقع ان هم في المجلس، يعني المهندس محمود طاهر لانه هو اللي مسؤول، فبدا يتحرك من هذا المنطلق باوراق رسميه. الراجل بيتحرك بشكل رسمي لانه موجود، لكن الكابتن الخطيب لو حب يتحرك مش هيقدر يتحرك، فاحترم تواجد واتحرك في الحدود اللي مسموح له بيها يعني. انما لو حسبناها بالمنطق بقى، بغير المنطق او بالعلم وبالتوقيت، في حاجه بسيطه جدا. الناس دي بقى لها كام سنه؟ ثلاث سنين. دي الرابعه. خلينا نتكلم في الثلاث سنين الاولانيين. الثلاث سنين الاولانيين اللي احنا بنتكلم فيهم دول، فيهم سنة ونص انت كنت لسه بتقف على رجليك. سنتين، خلينا نعتبره سنة ونص. والسنة ونص التاني اللي انت بدأت تاخد فيها خطوات لحد ما وصلت اللي انت فيه دلوقتي. يعني اقول دلوقتي ليه؟ لو المجلس الحالي نايم امبارح بالليل قام الصبح طلع المشروع ده، قال يا جماعة انا اعمل لكم الاستاد. لا مفيش، مينفعش طبعا. مينفعش. اذا الناس دي شغالة بقالها سنة ونص، اللي هي اتيحت ليها الظروف انها تشتغل فيها وتقدمها، فجاء التوقيت دلوقتي. وحتى هقول لحضرتك حاجه، يعني انا سمعت اللقاء الاستاذ خالد مرتجي وهو بيتكلم على النسر، على الاستاد برضو الخاص بالجزء الانتخابي لقائمه الكابتن محمود الخطيب، ان هو قال له احنا بقى لنا سنتين شغالين. بالظبط كده.
بالظبط يعني هو ده اللي انا بقوله يعني. انت بقالك لكن المجلس ده لانه طبعا زي ما بتقول يا احمد بقاله 3 سنين مش 4 سنين، انت بتقول لسه في السنه الرابعه، سنه ونص. انا بقول لك سنه ونص مش سنتين. صحيح. بتلملم اوراقك، بتقف على رجليك. صحيح. وبعدين بدات تاخد خطوات التنفيذ، فوصلت للتوقيت ده، فمش ممكن هتقول لا طب انا هاجله حقيقي لبعد الانتخابات. حقيقي محدش يقدر يعمل ده. انا عايز اكمل معاكم الموضوع ده، بس خليني اروح اخد كابتن وليد هويدي مدير الكوره بفريق مصر المقصه. كنت عايز اتكلم في الكوره، لكن يعني ماشي. سعيد طبعا ان هو كلمنا في التوقيت ده واتكلمناه في التوقيت ده، لان النهارده المقصه كسب بتروجيت 2-0 وبيحسن وضعه في جدول الدوري لحد ما. طبعا السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت. كابتن وليد مساء الخير على حضرتك. الخير كابتن محمد، تحياتي لحضرتك والخالد بيه ولاحمد بيه. اهلا بيك، مبروك النهارده فوز على بتروجيت، فريق قوي طبعا النهارده تفوز عليه. اتمنى ان تبقى بدايه لفوقان فريق مصر المقاصه ان شاء الله كابتن. والله يا كابتن هو الحمد لله، هو الحمد لله رب العالمين. طبعا في شك بتروجيت فرقه كبيره، ويمكن حضرتك احنا كنا كسبنا برضه سموحه 2-0. صحيح. يعني هو بفضل الله يعني احنا في 5 مباريات لعبناهم من ساعه ما الكابتن عماد مسك، كسبنا 3 وتعادلنا في ماتشين، منهم مباراه كانت في الكاس يعني. الحمد لله يعني ماشيين بخطه كويسه، وان شاء الله يا رب بنراهن على عامل الوقت ان شاء الله ان احنا نرجع لمستوانا المعهود الثاني، ونرجع ان شاء الله نحاول ان احنا نلحق اللي فاتنا ونرجع للمربع الذهبي ثاني يا رب ان شاء الله. احنا طبعا نتمنى المنافسه القويه دي تبقى موجوده باستمرار، لان فريق فعلا متكامل، سواء استقرار اداري والشكل الفني ومجموعه لاعبين مميزين. لكن خلينا نتكلم يا كابتن وليد، بتشوف من وجهه نظرك يعني سبب التاخر او الشكل او البدايه الغير موفقه هذا الموسم بالنسبه له كان ليه؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا من البدايه خالص انت كنت بتغير مدرسه قعدت معاها 3 سنين. تمام؟ وبصراحه برضو الوقت ما اسعفش الكابتن مؤمن يعني برضو الحق اتقال وهو اجتهد، لكن يعني حظه كان وحش شويه. حتى حضرتك في المباراه اللي احنا اتغلبنا فيها كنا احنا الاحسن في 3 مباريات يعني، كنا يعني كان حتى التعادل بالنسبه لنا كان يبقى ايه يعني، ما كانش يبقى عادل. لكن كان في ما كانش فيه نصيب يعني في الفتره اللي فاتت. يمكن احنا لعبنا 5 مباريات، اول 5 مباريات حضرتك احنا طلعنا بنقطه منهم. تمام؟ فديت يعني تهد اي فرقه بصراحه. صحيح. لكن لما رجعنا تاني بقى متهيألي كده ان احنا ايه القماشه بتاعتنا بتمشي مع مدرسه الدراويش يعني. فلما رجع الكابتن عماد بقى يعني اعتقد انه يعني الاسلوب قريب من اسلوب الكابتن ايهاب. فالحمد لله يمكن مع القماشه ديت، ده طبعا ما يقللش من اجتهاد الكابتن. طبعا طبعا طبعا. وان هو بصراحه هي بتبقى يعني كيميا اصلها يا كابتن وليد يعني، ساعات بتبقى كيميا. وواجه سوء حظ، والله واجه سوء حظ رهيب يعني في الفتره اللي كانت فيها. طيب يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا في 4 مباريات واخدين 8 بونت. تمام. يعني عارف مثلا لو انت في 5 مباريات الاولين لو خدت 8 بونت ساعات كان زمانك 16 مثلا. لكن احنا بنتعامل مع الواقع يا كابتن محمد، وبنشتغل حته حته بقى، ماتش ماتش يعني. حقيقي يا كابتن. طيب يعني بالنسبه للفتره الجايه كابتن وليد، هل يعني اتكلمتوا مع كابتن عماد في حته اللاعبين اللي ممكن تجيبوهم في يناير؟ هل في بعض اللاعبين متابعينهم بشكل كبير حاطين عينيكم عليهم؟ يعني ده مهم جدا ان انا اعرفه. والله بص اقول لحضرتك حاجه، واحنا حددنا متطلباتنا مع كابتن عماد، غالبا هيبقى في تدعيمات في خط الدفاع. يعني بص يا سردباك او اثنين ان شاء الله يعني. وفي باك رايت باك ليفت، في ديفندر دي ان شاء الله هتبقى التدعيمات بتاعه الشتاء باسم الله. دويدار موجود يا كابتن؟ لا احنا طبعا احنا بص حضرتك احنا بنقول اماكن دلوقتي. تمام؟ لما تخلص الامور باذن واحد قاعد هنعلنها باذن الله، لكن ما فيش اي حاجه احنا نقدر ايه نتكلم فيها حاليا، كل الامور دلوقتي في المباحثات والله المستعان. ان شاء الله كابتن توفيق ليك. وخليني اكلمك بقى، ايه رايك في فكره انشاء استاد الاهلي ان شاء الله اللي تم عرضه سنه امبارح في مؤتمر صحفي يعني؟ والله يا طبعا اكيد ما فيش شك، هو النادي الاهلي هو النادي الرائد دائما في مصر، وكان وهي خطوه طبعا اتاخرت كتير، بس اعتقد ان كان في لو تفتكر ايام نادي مدينه نصر، لكن كان في اعتراض على المطار طبعا عشان المطار. صحيح. فهي بالفعل يعني حاجه خطوه جميله، وان شاء الله تبقى في مصاف النادي الاهلي نادي كبير، ويبقى في مصاف الانديه العالميه زي مثلا نادي مانشستر عنده استاد والارسنال عنده استاده. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى هو
البدايه هنا ان شاء الله هو ونادي الزمالك ويبقى لهم استادات عالميه، وان شاء الله نتمنى ان احنا نحذو حذوهم ويبقى لنا استاد على قدنا كده في بيوم ان شاء الله. نتمنى الانديه كلها كابتن بامر الله، لكن دائما النادي الاهلي هو سباق في كل شيء. بشكرك كابتن وليد، توفيق ليكم ان شاء الله وتغيير ان شاء الله في شكل فريق مصر مقص السنه دي، لان فعلا فريق مميز السنه اللي فاتت لما يطلع في الثاني او وصيف النادي الاهلي في بطوله الدوري ممتاز، ويبقى الشكل كده في الموسم ده اعتقد ان حاجه تبقى قليله على فريق مصر مقص اللي هيشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري. طبعا حاجه نتمنى ان شاء الله سريعا الرجوع، لان هتلعبوا باسم مصر ان شاء الله في هذه البطوله. ارجع للجزئيه دي معاك يا احمد برضو استكمالا لكلام استاذ خالد، ليه التوقيت ده استاد الاهلي تم الاعلان عنه؟ يعني انا قلت ان هو قعد سنه ونص او يعني بالظبط سنه ونص بيتكلموا مع المسؤولين في الاسكان علشان يوصلوا ان هم يبداوا. في خلال السنه ونص كان مجلس الاداره بيعمل جلسات مع الشركه اللي هتنافس، بعد كده في شركه استشارات هندسيه فرنسيه. شوف في كل الاحوال انت بدات وقلت، ولما الناس شافت حاجه عمليه، يعني شافت ان في حركه بجد، يعني ممكن يكون جزء منه انتخابه ده طبيعي، محدش هيتكلم، يعني محدش اي حد ينكر الكلام ده يبقى هو بيتكلم في مكان تاني، لكن الاساس ان الاهلي اللي يستفيد، الاهلي يستفيد من الحدث ان الاهلي يبقى فيه استاد. انتخابات بقى بعدين مش يعني حسابيا كده مش موضوعنا، الموضوع ان الاهلي بدا بشكل عملي يكون عنده استاد. مجلس يعمله يبدا فيه يشتغل يكون ليه شكل علشان الاهلي يستفيد. عايز اقول لك الاستاد واحده من خطوات استقلاليه النادي الاهلي عن الدوله. النهارده انت كنت بتاخد دعم من الدوله. الاهلي ما بياخدش كتير بس كان بياخد اجزاء. لما يكون عندك استثمار بتاعك انت الخاص هتقدر تستقل بالكلام ده، هتبدا تقول ان انا عندي حسابات لي انا موارد ماليه في قطاع الكره اللي هو القطاع الاكبر اللي بيصرف في الاهلي، وتبدا كمان تقدر توفر مبالغ تانية لباقي انشطه النادي سواء في الالعاب الاخرى او المنشات. المهم في الاستاد ان هو هنبدا طبعا. اخرج بقى بره الحسابات الاستفزازيه او الامور اللي فيها اصله انتخابات، اصله بدا مش ليه دلوقتي، طب ما كان ممكن يطرحه قبل كده، ممكن يكون الملف كان عنده قبل كده زي ما استاذ خالد، وانا بختار التوقيت اللي يناسبني، انا في الاخر انا اللي بطرح النهارده. بس هو الكلام كان واضح ان السنتين اللي فاتوا من ساعه المؤتمر الاقتصادي، بص يا كابتن، وقت او توقيت ان انا ببتدي اعمل تصميم هندسي انت بتعمل استاد، خلي بالك ده انت عشان تروح بس تجس الارض هل تبقى هي صالحه ولا مش صالحه تاخد وقت. طبعا وقت طويل جدا طبعا، وبعدين تجس عشان تشوف طبعا الفكره يا كابتن انت ما تجسش مره وتمشي انهيار او ما فيهاش ميه، انت بتعمل تحليل والفكره الميه وهتستحمل ولا لا، طب واستيعابها للاستاد بقى الموجود والحضور الجماهيري والكثافه، كل الامور دي لازم تحطها في حسابك. خد بالك ده في نقطه احنا اتكلمنا من شويه وقلنا ايه، الحمد لله ان احنا ما عملناش ساعتها الاستاد في التوقيت اللي فات، لان كان ممكن ما يبقاش بالروعه دي طبعا. في حاجه كمان لو كانت عامله في مدينه نصر النهارده ممنوع. شوف لا لو كان خدنا موافقات، ما كان ساعتها صحراء، ما هو لو كنا خدنا موافقات امنيه ومفيش مشكله مع المطار وبنينا الاستاد هناك، سيبك من هيبقى شكله عامل ازاي، المشكله كمان انه اصبح هناك في وسط البلد. فانت لازم تراعي ده برضو، يعني لازم نشوف ازاي ما يبقاش مثلا بعد 10 15 سنه كانه في وسط البلد، دي مهمه جدا وخطيره جدا يعني. صح. هو كمان المكان الاهلي في الشيخ زايد مكان فيه مساحه انك الباركينج للناس اللي هتيجي او المكان اللي الناس يبقى فيه توافد جماهيري، لازم يعني في حواليه مساحه كبيره. يستحمل. صحيح. انا عايز اقول لك كمان الاهلي في الشيخ زايد شكل المنتجع السياحي، يعني يمشي منتجع سياحي اكتر منه ان انت بتتكلم على فرع فيه، هو فيه رياضه بس هو شكله سياحي قوي، انك انت ممكن تستمتع فيه وحتى لما تحضر المباراه وتخرج ممكن تقضي وقت ظريف زي ما انت بتتكلم كده يا كابتن، ان في مولات او في امور لانك انت بتقضي وقتك فيها قبل المباراه وبعد المباراه علشان ما يبقاش عندك حاله ملل انك انت بس جاي تحضر وتخرج بسرعه. فالتوقيت انا شايف التوقيت هو التوقيت الانسب، هو التوقيت الاخير في حسابات المجلس، ان انت لازم خلاص انا هبدا في جزء من انتخابي، في جزء من انتخابي ده طبيعي طبعا. يعني واي حد يقول غير كده يبقى لا عادي. غير صادق، ده طبيعي، انا النهارده نازل انتخابات فبلعب بكل الاوراق اللي تكسبني، استاد، فرع جديد،
بقول ان انا بعمل فندق، بعمل مطاعم للفريق، بوفر كمان. وولد ما كسبش، بس اهم حاجه ان انت بس انا بطرح اللي ورايا بيكمل. انا بطرح. مش ده برنامجك؟ بالظبط ده برنامج الانتخاب. أيوة يا جماعه، هو ده اللي انا بنفذه. صحيح. يعني جيت على الاستاد، طب ما انا بقول لك اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ده او ده او اي حد يعني، فده عادي يعني. لا هو بس عشان يعني هي الفكره مش دفاعا عن اي حد، لكن لا 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 النهارده لا. لما تبقى على راس السلطه او انت تبقى رئيس مجلس الاداره، من حقك تدير الامور كيفما تشاء طالما لصالح جمال عمر. يجب ان نشكر اول من فكر في بناء النادي الاهلي، هترجع ورا ده، واول من ارسى قواعد بناء النادي الاهلي الانسانيه والاخلاقيه والشكليه وكل حاجه. لانه البدايه دايما هي اللي صعبه محمد، انك تولد الشيء او ياتي الشيء من العدم. ده اصعب ده اصعب شيء. الشغل اللي عليه بعد كده لا يمكن يكون بتاع. انت عارف بقول لك ده بمناسبه ايه، ان احنا مثلا بعدين قدامنا الشغل بنعمل عناوين، مثلا بتعمل عنوان لموضوع، لما الزميل اللي كاتب الموضوع يعمل لك عنوان بيسهل لك قوي انت كبتاع ديسك، هو يحس انه احنا اللي بنعمل الابداع. لا، انت اللي بتعمل الابداع. العنوان اللي انت بتجيبه الاول ده اللي بيسهل لي مهمتي. صحيح. صحيح. لكن اللي انت ما عملتوش انت بتصعب عليا مهمتي. صحيح. فالبدايه مهمه جدا جدا. صحيح. جدا. صحيح. لكل الناس. عايز اضيف لك كابتن فاروق، وانت في التتش قعدت 3 سنين علشان تعمل بس ترميم. ده هو انت بترميم مبنى او المدرج الجديد؟ ما هو ده انت بس بتعمل بس كنا بنتكلم في يعني انت بتعمل بس مدرج او يعني. ترميم مبنى بس بتقعد 3 سنين. طب بتبني استاد؟ لا، موضوع كبير، موضوع محتاج ان كل الناس تبقى. هو حال التوقيت يعني اللي بنهزم. بس في حاجه والله ما يعني النادي الاهلي، انت قلت مش كل حاجه بيعملها عظيمه، لا، وفي الاهم من كده، انك انت اول ما تخش اي حته فيها النادي الاهلي انت بتحس بارتياح. صح. والله العظيم، والله والله هذا ليس فرق تجربه يعني عندي، بس ما اقدرش اقولها. الفرق الثاني لا، انا طبعا الاهلي حاجه، كنت حاضر التجربه دي طبعا يعني حقيقي هو حال الوقت للتوقيت ده. وعجبني مراعاه الشركه كمان، ان اي كنا يمكن تقريبا في 2010 عشان كنا ناخد كاس العالم 2010 طبعاً. ان انت لما بتيجي تكسب مثلا، تخيلوا مثلا اسبانيا بتلعب انجلترا في نهائي قبل النهائي مثلا، الناس هيحتفلوا فين؟ هي دي كانت نقطه مهمه جدا ما بعد المباراه، مراعاه انك جمهور النادي الاهلي لما فريقه يكسب يحتفل فين، ويحتفل داخل للسات، ثم بقى ايه يطلع يروح بشكل. هم دي المراعاه، ودي اهم حاجه، ودي حمايه الجمهور اثناء الدخول واثناء. بص يا كابتن فاروق، دي حاجه الدوله نفسها، عشان عايز اتكلم في والله وانا كمان بس اقول لك، الدوله نفسها محتاجه بجد تتكاتف مع النادي الاهلي وتحط ايديها في ايديه علشان يبقى في استعداد بالشكل ده. ما يبقاش هو ده الاستاد يعني. الاهلي مميز ان هو هيعمل الاستاد ده، بس اتمنى استادات مصر تبقى كده. وهي دي كانت نقطه الضعف في الاستادات مصر، خلي بالك انا بتكلم عليها. دي انت عندك دخول وخروج الزيرو لو نفتكر، كانت نقطه من نقاط الضعف. لا، احنا ما كانش عندنا استادات. ما قدمنا ملف 2010 ما كانش عندنا رغبه ان احنا نعمل ننظم مونديال اساسا، ولا احنا بس احنا تواجدنا علشان نتكلم فيه بس يعني. تمام. طيب. خلصت خلاص يعني. اتمنى طبعا ان شاء الله الامور دي يعني، مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. فكره الاستاد انها تتعمل بقت ان شاء الله واقع يعني من امبارح. كل التوفيق ان شاء الله لمن سوف يكون للنادي موجود الأهل. للنادي الاهلي للنادي الاهلي طبعا سوف يكون موجود ان شاء الله في رئاسه او مجلس اداره، هيكون بيدير هذه الجزئيه ويتعامل معاها بشكل واقعي بشكل سريع بامر الله. خلينا اكلمكم على كره النادي الاهلي يعني، رجعت تاني للفوز للشكل. الاسماعيلي فريق مميز، فريق متصدر بطوله الدوري، عنده 20 نقطه السنه دي. انا شايف ان اسماعيلي هيبقى هو المنافس ان شاء الله للنادي الاهلي في بطوله الدوري الاستاذ خالد. طيب قبل ما نروح للنادي الاهلي هقول حاجه قلتها قبل كده برضو بالنسبه للنادي الاسماعيلي، ما تخليش هزيمتك من النادي الاهلي تبقى هزيمه فاصله وستوب كمل وترجع تاني. لا، لازم تكمل. تكمل. انت فرقه ليك تاريخ والناس بتحبك، بتاخد بطوله ما بتاخدش بطوله، كورتك محبوبه عندنا كلنا. صحيح. محبوبه في الوطن العربي انها كوره مميزه وممتعه. تمام. على كل مرات السنين اللي الاهلي بيكون فيها عنده مؤجلات ولسه ما تصدرش الدوري، كل الفرق اللي تبقى في الصداره بتنزل. مش حد بيكمل يعني، هو بس انت تبقى في الاول. مش دعوه، خلينا احنا نتكلم في الكوره. ما هو ده، دي كوره. وقت ما الاهلي بيتصدر الموضوع بيكون مختلف. فعايزين الاسماعيلي لانه السنه دي انا بقالي فتره لما بكتب بقول انه يا جماعه انا مش حاسس بالدراويش. الدراويش مش الاسماعيلي النهارده فعلا، حتى هم بيكسبوا مش حاسس بيهم الموسم ده تحديدا. في كام موسم كده السنه دي بداوا ينطقوا بشكل حلو، برضه لسه ما جوش الدراويش اللي احنا عارفينه، اللي هم بيعملوا التيكي تاكا زي ما بنقول يعني، اللي بيعملوا الكره السهله الحلوه الممتعه الجميله، لكن ان شاء الله يصبروا وما يتاثروش بده ويكملوا ان شاء الله، يقدموا كره طيبه للمنتخب مصر، للكره المصريه كلها.
بص يا كابتن محمد، احنا عندنا ازمه خطيره جدا مع جمهور النادي الاهلي. جمهور طبعا عندنا يعني عايز كل حاجه، عايز كل حاجه، وده مستحيل. عايز ايه؟ عايز يكسب، وعايز تجديد، وعايزك تحافظ على العناصر القديمه، وعايزك تدخل عناصر جديده، وعايزك تعمل كوره حلوه، وعايز كل حاجه. ده طبعا في 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 علم الرياضه يا كابتن محمد عمليه صعبه جدا. فلازم جمهور النادي الاهلي يبدا يهدى. عايز الدوري برضو السنه دي وكاس، ولا عايز تقاتل على دول بشرط ان يبقى عندك 10 سنين انت مستريح ومأمن نفسك ان البطولات دي جايه لك جايه لك. لازم النادي الاهلي النهارده عايز تغييرات، بس عايز اقول لكم انه مش محتاج تغييرات كتير. لسبب يا جماعه، 80% من قوام النادي الاهلي صغيرين في السن. يعني اللي عليهم الدور اذا كان سعد سمير، اذا كان رامي ربيعه، اذا كان حسين السيد، اذا كان اكرم توفيق اللي جاي، او هشام محمد، او السلية. السلية ما احتفلش. السلية مش عارف لما يجي الجون ليه بقى؟ هقول لك ليه. هو صديق شخصي لمحمد، للحارس محمد عواد، صديق شخصي جدا. زعلان يعني جدا؟ لا، هو جاب جون وبقى عنده مشكله لو هو احتفل. صاحبه قوي. لا، صاحبه. فرحه حلوه. خلينا ما نخرجش لل صاحبه يا استاذ. امال صاحبه انت حبيبي. وكان في مفاوضات والله انه يكون موجود في الاهلي. عارف والله. عن طريق السلية. واخد بالك كابتن؟ هشام محمد، اكرم توفيق، خوش فوبا، اسلام محارب، مؤمن زكريا طبعا ما يعتبرش عجوز، اجاييه، وليد ازارو، باكا، انا قلت هشام محمد طبعا، واحمد الشيخ، وحمودي. قوام النادي الاهلي قوام صغير، لكن هي القصه مش قصه اللعيبه الصغيره، قصه التيم. النهارده انت كابتن حسام زي ما كنت بقول من فتره ان عنده عده استحقاقات، منها حاجات خلصت اللي هي كانت بطوله افريقيا والدوري والكاس السنه اللي فاتت، فبادئ السنه دي داخل برضه باستحقاقات جديده، اللي هي ازاي؟ ان ازاي نفضل على القمه؟ ازاي اكون انا منافس قوي على اللقب، الدوري والكاس وافريقيا اللي جايه؟ ازاي ابدا ادخل عناصر جديده في الفريق؟ طب العناصر الجديده دي يا جماعه طريقه ادائها عامله ازاي؟ هل هي برضه هتناسب نفس الفكر اللي انا بلعب بيه؟ ولا هتضطريني ان انا اغير في بعض تفكيري؟ كنا بنتكلم احنا لو تفتكر من سنه بنقول هل اللعيبه اللي موجوده يفضل يلعب الكابتن حسام بطريقه 4-2-3-1، ولا ممكن يلعب 4-4-2، ولا 4-1-4-1، ولا 4-3-3؟ عنده أكيد كل الحسابات دي في دماغه. ليه؟ لأن بقى عنده النهاردة ورقة مهمة. بس الكابتن حسام كان بيعاني من مشكلة خطيرة جدا أنا كنت متعاطف معاه فيها، وإن شاء الله إن شاء الله لو اتظبطت السنة دي هتفرق معاه جامد جدا. اللي أنا بشوفها اللعيب يا كابتن السريع اللي بياخد الكرة ورايا على مرمى الخصم، دي ما كانتش متواجدة في الأهلي الفترة اللي فاتت. بقى عندنا حوالي 3 لعيبة بقى عندك 3-4 لعيبة عندهم ده، منهم اللي موفق وماشية معاه، ومنهم اللي لسه مش ظابطه معاه. اول واحد ظهر في المشهد ده كان حمودي، لسه مش قادره تظبط معاه، لكن حمودي عنده ميزه انه بياخد الكره وبيروح. عندك اللي بياخدها وبيعدي بالعرض كويس زي الشيخ وزي وليد سليمان ومؤمن. لا، مؤمن ده عفريت الملعب، ده خليه على جنب ده. لا بس عجاي كمان مؤمن، ما انا لسه جاي لك اهو. سرعات النهارده بتاعت وليد ازارو وباكا مش ممكن. ده اللي بيصنع الفارق معاك. شفنا محمد مسعد وانت بتتكلم مع وليد هويدي في شفت قطع ازاي وبيرقص وبيفوت. نفس الكلام باكا ووليد واجايه زي ما انت بتقول، لما بيزق الكرة وبيجري برضه عنده سرعات. اللعيبه اللي عندها سرعات في الثلث القدامي يا كابتن فاروق هي من ستصنع الفرق مع النادي الاهلي. احمد، رايك في المباراه ويمكن دخول لاعب زي بكماني لاول مره مع النادي الاهلي وظهوره بالشكل اللي انت شفته؟ يعني خلي بالك هو تحول، او تحول هجوم النادي الاهلي منذ نزول هذا اللاعب لشكل مميز. الهدفين جم يعني بعد نزوله. الكابتن حسام عنده ميزه ان في البعض بيعتبرها عيب، اللي هو بيصبر على اللعيب قوي علشان ياخد فرصته قوي، علشان لما ينزل يبقى بيأدي بشكل افضل. باكا حصل معاه كده، راح منتخب ورجع واتدرب وخد فرصته ان هو يبدا جاهز للمشاركه. عنده سرعات، عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيقدر في النص يعني في الثلث الاخير من الملعب تلاقيه موجود في ال 18. هو ده مهم جدا ان انت يكون عندك لعيب زي ده، انت بتفتقد لعيب زي ده. بس عايز اقول لك ان انت محتاج يعني الكابتن حسام طبعا ما حدش بيتدخل في الفنيات، بس انا بقول لو ادى فرصه اكتر للعيبه الناشئين في قطاع الناشئين في الاهلي هيبقى عندك بدائل كتير قوي. الاهلي عنده قائمته كبيره، عندها لعيبه كبيره، عندها لعيبه مميزه، عندها لعيبه متجانسه، بس لما تدي فرصه للعيبه الصغيره
هتدي كمان طاقه اكبر طبعًا. عندك انت محتاج لعيبه تجري، محتاج لعيبه طول الوقت، انت عندك مباريات صعبه. عشان كده بقول لك كل لعيبه الاهلي صغيره يعني، بالعكس ده ميزه جميله جدا. ما انا بقول لك انت كمان لسه عندك لعيبه محتاج محتاج تديها، محتاج طبعًا. عندك في الدفاع يعني، يمكن الكابتن حسام اتمنى النادي الاهلي ما يروحش يشتري مدافعين على قدر ما هو يدي فرصه للمدافعين في الاهلي ان هم في قطاع ناشئين هم يشركهم. لا بس خد بالك احنا في نقطه مهمه جدا يعني في حته الدفاع دائما وابدا لازم تدور على عنصر خبره يسند معاك، يعني لازم حد يكون تقيل، لان ده دي منطقه ما تستحملش تجارب ولا خبرات ولا اختبارات. بس انت لازم يكون في عندك ممكن عنصر ممكن تقيل يعني. ممكن يعني انت كمان عددا انت العدد عندك قليل، انت كمان عندك ما انت عندك نظره للاعيب في قطاع المدافع في قطاع الناشئين، لازم تدي له فرصه انك انت تشوفه، مش صحيح. لازم في ماتش كبير ممكن تكون ماتش ماشي ادي له فرصه لكن لازم يكون عندي في هو هيجي كده في الديفندرات والمساكين الناس ليهم خبرات وليهم تقل. النهارده ربيع او سعد سمير او اي لعيب او اي مدافع من الاهلي من ناشئين الاهلي ظهر كده بيشوف بيدخل في مباراه بيلعب لعيب له تقل. احمد انت النهارده انت لسه بتكون ده، ما انت محتاج تعمل كده، انت محتاج تعمل كده، مين عندك يبقى عندك فرصه مين عندك في المركز ده غير الثلاثه دول؟ لا ما انا بتكلم عن قطاع ناشئين، انا ما بتكلمش عن الفريق الاول، الفريق الاول انت خلاص انت ثلاثه عندك يعتبروا في مرحله الاستهلاك ما بين الاصابات والتوقفات، هم يعني محمد نجيب بيشارك ويرجع مصاب النهارده نفس القصه سعد. لا فلا انا بيلعب ماتشين على بعض، ما انا بقول لك انت محتاج يكون عندك بدايل من طبعا بدايل مهمه قطاع الناشئين اكيد اكيد. ده جزء. الجزء الثاني ان انت الاهلي قدم مباراه انا شايف في الشوط الثاني يعني الشوط الاول كان شويه الامور كان جيل في الملعب الملعب الفريقين الكره الاولى بتاعت العرض شويه اللي كانت لصالح اسماعيل، لكن المباراه الشوط الثاني بقى كله الاهلي طبعا. الاهلي بقى بيلعب براحته، سيطر على نص الملعب، بقى عنده اختلاف، بقى عنده فرص بيعرف يحرز منها هدف صحيح. هو ده اللي عمل الفارق النهارده لما حرص الهدف الاول مع عمرو السوليه، قدر الهدف الثاني يجي مع السعيد وانت مرتاح، ما بقاش عندك مشكله. كمان في فرق يعني انا بعيب على نادي الاسماعيلي ان لما يدخل فيه جون من الاهلي تحس ان الفرقه فكت صح. المفروض الفرقه برضه خلينا تبص له عذر في حاجه خليني بقى انا اقول ماشي تبص له عذر في حاجه وبعدين اتكلم سريعا انه برضه افتقاده لمحمود متولي وكالديرون يعني فرق معاه. الجميل في الاهلي انه عارف يستغل ده صحيح، لكن برضه افتقاد لاعبين اتنين تقال زي دول يعني برضه هزوا الاسماعيلي شويه. تتوقع المباراه اللي جايه الداخليه الاهلي يعني اعتقد ما فيش مقارنات، الفوارق كبيره ما بين الاهلي والداخليه. الداخليه ممكن يلعب شويه بضغط خلال الشوط الاول، لكن اعتقد فرص الاهلي ان هو يفوز تبقى اكبر على غرار مباراه الانتاج الحربي مثلا يعني. المباراه كانت عصيبه بس الاهلي بيفوز فيها. كنت عايز اكلمكم الصراحه على بطوله اوروبا يعني مولعه يعني، اخر امبارح كان في مباراه نجيلك يوم مع اشبيليه وكانت رائعه. محمد صلاح يعني فريقه او تعادل معاه اشبيليه 3-3. كنا نتمنى محمد صلاح ضيع كوره، كان نفسي يجيبها. احنا بنبقى عارف انت طبعًا بتشجع طبعًا محمد بشكل كبير، لكن طبعا اتمنى ان محمد ده بس دوري الريال كسب 6 برضه كويس يعني. محمد يتنقل بقى الدوري الاسباني اعتقد خلاص، خلينا في الدوري الانجليزي مؤقتا. شكرك استاذ خالد، شكرا ليك على بشكل جدا يا احمد، ربنا يخليك. تاخيرك انا كنا قاعدين معاك بشكل اكبر من كده، لكن طبعا يعني اتمنى ان احنا بس نفسح لك الطرق العربيه قدامك. عايز بلي ميكر. شكرا. يمكن طبعا في مباريات حاليا شغاله في دوري ابطال اوروبا، تشيلسي فايز على كارباج الاذربيجاني 4-0، بيقترب او موجود في دور 16 خلاص، بينضم يعني طبعا مع ريال وبشكتاش وتوتنهام ومان سيتي، ده اللي وصلوا لدور ال 16. ايضا سيسكا موسكو وبنفيكا 2-0 حتى الان، في مباراه قويه هتبقى اليوفنتوس وبرشلونه واتلتيكو مدريد وروما وبازل مع مانشستر يونايتد. دي المباريات في دوري ابطال اوروبا النهارده، استمتعوا بيهم. وطبعا كنا معاكم من خلال استاد الاهلي، بعد الفصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير.